تحية وسلاما لكم أيها المشاهدون الكرام، هذه صحافة الأسبوع في حلقة جديدة أبرز عناوينها. على خطى سلفه، البغدادي قتيلا أمريكيا، وأسرار واشنطن تلقى في البحر من جديد. في سوق السياسة الأمريكية، كيف ستصرف ورقة بهذه القيمة؟ وهل تنقذ ترامب أم أن للكونغرس كلاما آخر؟ أدلة جديدة تعمق جراح الفضيحة الأوكرانية، وربيع الرئيس الأوكراني ينقلب خريفا. الحلقة بدأت. كما لو كنا نشاهد فيلما سينمائيا، رأينا كيف وصل البغدادي إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تلاحقه. فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاث. شوهت الانفجارات جثته وانهار النفق فوقه. لقد قتلناه مثلما قتلنا حمزة بن لادن، وسندمر هؤلاء الوحوش أينما كانوا ولن يفروا منا. بهذه اللغة المنتشية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة ليلة السبت الفائت في سوريا. ورغم جميع هذه الادعاءات، لم تعرض الولايات المتحدة حجة تثبت كلامها. ومثلما حصل مع رواية قتل أسامة بن لادن، ابتلع البحر القتيل ولم تظهر أي جثة. صحيفة ديلي بيست قالت أن خبراء جنائيين كانوا ضمن فريق الهجوم استطاعوا تأكيد هوية الهدف. وبحسب فوكس نيوز، فقد بقي رأس البغدادي على حاله بعد الانفجار، مما سمح للقوات الخاصة باستخدام القياسات الحيوية والتعرف على الوجه. هذه الرواية مليئة بالتناقضات والأكاذيب التي لا يصدقها سوى الأبله، قال نزار نيوف. ففي الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن 8 طائرات نفذت العملية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المنطقة لم تشهد أي غارات أو أنشطة جوية أمريكية حينها. وهذا يفترض منطقيا أن عملية القتل حصلت في مكان آخر أو وقت آخر، وأن تدمير المبنى المزعوم كان هدفه إخفاء الأدلة. ما يؤكد ذلك ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول تركي وصفته بالكبير، أن البغدادي لم يكن في ذلك المكان إلا قبل 48 ساعة فقط من هذه العملية. لم يكن لترامب أي فضل في هذه العملية، بل كاد أن يفشلها، عنونت نيويورك تايمز. وقالت أن تنفيذ الخطة تعثر وتأخر بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن سحب قواته من سوريا. الصحيفة نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها أن البغدادي قتل رغما عن ترامب وليس بفضله. ولم يكن الحدث متوقعا بهذا الشكل، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، قال عبد الله علي. فقد قتل البغدادي في زمن الانسحاب الأمريكي من سوريا، وفي المكان الذي لا يتوقعه أحد، إدلب، معقل ألد خصوم البغدادي وأكثر أعدائه حقدا عليه. لكن ضرورات القوى العظمى من جهة، وتناقضات وتقاطعات مصالح اللاعبين الكبار من جهة ثانية، من شأنها أن تجعل ظرفي الزمان والمكان مجرد تفاصيل ثانوية عندما ترسم أقدار اللاعبين الصغار أو المهزومين. ومما لا شك فيه أن النسبة العظمى من أسهم العملية وإيراداتها ستصب في جيب ترامب. في حالة من الشك وعدم اليقين، ترك البغدادي تنظيمه والعالم العربي، كتب ديفيد إغناتيوس في واشنطن بوست. ورأى أن التكهن بما سيحدث في هذه المنطقة مضيعة للوقت ولعبة بلهاء. الكاتب أكد أن النظام السياسي في العالم العربي مفكك لدرجة أن أي مطالب للتغيير عادة ما تقود إلى الفوضى وعودة الدكتاتورية. لكن ما يدعو للبهجة في احتجاجات العالم العربي اليوم هو أننا لا نسمع هتافات متشددة تؤيد نهج التكفير والإرهاب، بل نرى حركات علمانية مدنية تطالب بالتغيير. البغدادي القادم قابع في أحد سجون مصر، رأى توماس فريدمان. وموت هذا الزعيم الإرهابي لا يعني أن المسألة انتهت. الولايات المتحدة تواصل تكرار الخطأ نفسه في الشرق الأوسط، وهو المبالغة في تقدير قوة الإيديولوجيا الدينية والاستهانة في المقابل بتأثير الحكم السيء. ولا شيء يغذي التطرف أكثر من الظلم والفساد.
إلى مجلس النواب الأمريكي الذي سرق الأضواء في الأيام الأخيرة، حيث أيد معظم أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد السلطة العثمانية، ما أثار غضب تركيا في ظل العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين. وقال بعض المراقبين أن تحريك هذا الملف بعد 20 سنة من نسيانه على رفوف الكونغرس سببه محاولة استخدام القضية في إطار الحرب على إدارة البيت الأبيض الحالية. كما أقر مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي وبشكل معلن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الفضيحة الأوكرانية. يهدف هذا القرار إلى تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق في مساءلة ترامب وعزله من جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية. الرئيس ترامب وصف قرار البدء في إجراءات عزله بأكبر حملة مطاردة سياسية ظالمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيكون عاجزاً عن تبرير وجود كلمات مفقودة في التسجيل الذي قدمه البيت الأبيض في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس، والسبب هو الكولونيل ألكسندر فيندمان الذي تنبه إلى وجود فراغات في تسجيل المكالمة التي أجراها ترامب مع الرئيس الأوكراني في يوليو الفائت. الرجل كان حاضراً حينها، وفي شهادته أمام الكونغرس قال أن نسخة تفريغ المكالمة بين الرئيسين كانت في معظمها دقيقة، لكنها افتقدت إلى بعض الكلمات. وعندما سئل البيت الأبيض عن سبب وجود 3 نقاط عادة ما تشير لحذف بعض الكلمات، كان الرد أن الفراغات لا تدل على وجود شيء محذوف، بل بسبب توقف مؤقت أو أمر تقني. وإلى جانب طعنه بفحوى التسجيل، أقر الضابط الأوكراني الأصل والمولد ألكسندر فيندمان أنه رأى شخصياً مسؤولين يضغطون على أوكرانيا لمساعدة ترامب سياسياً، وقال أنه أبلغ مرتين عن قلقه إزاء مساعي الإدارة الأمريكية لجعل كييف تجري تحقيقات بهدف مساعدة ترامب سياسياً. وتعد هذه الشهادة التي نشرت ليلة الاثنين الفائت من أقوى الأدلة التي تشير أن ترامب أساء استخدام صلاحياته الرئاسية. موظفة أمريكية أخرى كشفت في شهادة لها ضمن التحقيق في الفضيحة الأوكرانية أن عضواً جمهورياً سابقاً بالكونغرس تحول إلى عضو بارز بجامعات الضغط، وأسهم في إقالة السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش. وقالت كاثرين كروفت أنها تلقت أثناء عملها في مجلس الأمن القومي العديد من الاتصالات من روبرت ليفينغستون، قال فيها أن السفيرة يوفانوفيتش يجب أن تقال، وهو فعلا ما فعله ترامب بضغط أيضا من محاميه رودي جولياني. نهاية سعادة ترامب تلوح في الأفق، لكن لماذا يمثل انسحاب القوات الأوكرانية البسيط في شرق أوكرانيا نهاية شهر عسل الرئيس الأوكراني في أوكرانيا ولوديمير زيلينسكي؟ عنوان لتحليل قدمه أوليفر كارول في صحيفة الاندبندنت، وربط الكاتب بين تفاعلات السياسة الأمريكية مع مساءلة ترامب وتحقيق السلام في دنباس، واعتبر أن نجاح زيلينسكي يعتمد على هوامش أضيق من أي وقت مضى، وقد كان عليه التعامل بشكل أفضل مع اتهامه بالاستسلام ووصم كتيبة أزوف بالإرهاب، الكتيبة التي وصفها الكاتب أنها هيكل عسكري يميني متطرف. وتابع يقول إن هذه الصعوبات ساهمت في انخفاض شعبية الرئيس، ونفاد الصبر هو أفضل هدية لروسيا تستخدمها بكل براعة لفرض السلام وفقا لشروطها. هذا كان في أوكرانيا، أما ما يحصل في العراق من مظاهرات شعبية لا تلقى أي دعم دولي خارجي فهو أمر يستحق الوقوف عنده، كتب محمد صالح لفتيح. الكاتب لاحظ أن أبرز الوحدات التي شاركت في قمع المتظاهرين هي وحدات مكافحة الإرهاب، وهي الأقرب للولايات المتحدة من بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية العراقية. وكذلك لو أرادت واشنطن الضغط على الحكومة العراقية لأوقفت الاستثناء الوحيد من العقوبات على إيران، وهو صادرات الغاز الإيرانية للعراق، وهذا أسهل الملفات التي يمكن تحريكها، والتذرع بأن تحريكه يتعلق بإيران وليس بالعراق. وإذا كانت الانتفاضة الشيعية العراقية نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية على إيران، فإن سقوط الحكومة اللبنانية هو أول نتيجة كبيرة لها، كتب نايل الشافعي. لأول مرة يجاهر حزب الله بالشكوى من محدودية القدرات المالية،
ويعلن عن تقليص الدعم الأهلي الدعم المالي بعد أن كان يفاخر بالدعم الإيراني اللامحدود. وسواء في لبنان أم في تشيلي فإن الحلول المتأخرة لا تكفي، قالت الجارديان، مشيرة إلى أن ما قدمته حكومتا البلدين من تنازلات للمحتجين قليل ومتأخر. ورأت الصحيفة أن حركات الاحتجاج في العالم تتطور بسرعة مربكة بسبب التقدم التقني وقدرة المظاهرات على إلهام بعضها، وقد يختلف القادة في بحثهم عن العصي أو المهدئات أو حتى القفز من المراكب الغارقة ومحاولة الانضمام للمحتجين، لكنهم لن يعثروا على حلول قصيرة لمشكلات مستعصية. في صحيفة العربي الجديد رسم لعماد حجاج يصور نهاية البغدادي الذي فجر نفسه بعد أن حاصرته القوات الأمريكية. رسم آخر لباتريك بلاور يرى أن اختفاء أبا بكر البغدادي لن يغير شيئا في الفوضى الدائرة في سوريا. نفس اللعبة ستعود مع وجوه جديدة، الإرهاب سوف يستمر، استيقظ أيها العالم من موقع فاديتون. الفضيحة الكارثة ستنهي عهد ترامب بشكل درامي من موقع شبيغل. هنغاريا تمارس سياسة تودد مبالغ فيها مع موسكو على حساب الاتحاد الأوروبي لماريان كامينسكي. ترامب وقد غدر بالبغدادي وعائلته وموقفه من نفط سوريا، حيث أرسلت واشنطن قوات لحماية أباره، والرسم من موقع كارتون تونز. كارلس عكس بهذا الكاريكاتير المشهد في الجزيرة السورية، النفط محاصر أمريكيا والكرد بين يدي أردوغان وأدواته. الفقراء المحتجون في العراق صوتهم مسموع في هذا الرسم من موقع علاوي كارتونز. على أمل أن نكون وفقنا فيما اخترناه وقدمناه لكم في هذه الحلقة نودعكم. شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.